بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، عرضنا جزءا منها في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: شخص نام عن صلاة العصر والمغرب والعشاء، كيف يصلي بعد أن يقوم إذا وافق العشاء؟ هل يصلي العشاء بنية العشاء ثم يصلي العصر والمغرب، أو يصلي العشاء بنية العصر ثم يصلي العشاء والمغرب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يجب قضاء الفوائد مرتبا، بأن تقدم الصلاة الأولى ثم التي تليها وهكذا. فإذا فاتته صلاة العصر وصلاة المغرب ولم يستيقظ إلا في وقت العشاء كما ذكر السائل، فإنه يجب عليه المبادرة إذا استيقظ بقضاء الصلوات التي فاتت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فيجب قضاء الفوائد على الفور ومرتبا، فيصلي صلاة العصر ثم يصلي بعدها صلاة المغرب ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة وهي صلاة العشاء. لا بد من هذا الترتيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في يوم الأربعاء أحرمنا من آثار علي وذهبنا إلى مكة بأداء العمرة، وأقمنا في مكة يومين، وبعد صلاة الظهر يوم الجمعة في مكة جمعنا وقصرنا صلاة العصر على أساس أننا مسافرين بعد صلاة مباشرة إلى المدينة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ علما بأنه قد أفتانا أحد طلبة العلم وقال: لا يجوز، ويجب عليكم صلاة العصر في وقتها، هل يجب علينا ما قال أم أن ما فعلناه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ما أفتاكم به طالب العلم هو الصحيح وهو الواجب، ولا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، وقد نص على هذا أهل العلم وبينوا أنه لا يجوز صلاة العصر بعد صلاة الجمعة جمعا، لا للمسافر ولا لغيره، لأنها ليست من جنسها، فما فعلتموه خطأ، وعليكم إعادة صلاة العصر بأن تصلوها 4 ركعات إذا كنتم غير مسافرين، يعني انتهى السفر الذي أنتم فيه، فإنكم وأقمتم ووصلتم إلى بلدكم، فإنكم تقضون الصلاة التي حصل الخلل فيها وقت السفر، تقضونها في الحضر تامة، تقضونها تامة غير مقصورة، فيجب عليكم قضاء صلاة العصر تامة 4 ركعات ما دام أن سفركم قد انتهى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: رجل عليه صيام شهرين متتابعين، وعندما بدأ الصيام صادف عليه عيد الأضحى المبارك، ومن المعلوم أن صيام العيد محرم، فهل عندما يفطر في عيد الأضحى يبدأ الصيام مرة أخرى أم يستأنف ويكمل صيام شهرين متتابعين؟ جزاكم الله خيرا. الذي يصوم صياما متتابعا مثل كفارة القتل أو كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، ويتخلله صيام واجب كصيام رمضان أو فطر واجب كفطر أيام العيد، فإنه لا يقطع التتاوي، يصوم رمضان، وإذا انتهى رمضان وانتهى العيد فإنه يواصل صيامه الكفارة ويبني على ما سبق، لأن هذا عذر شرعي. فإذا صادف يوم العيد الفطر أو عيد الإضحى أو أيام التشريق أثناء صيامه الكفارة فإنه يفطر في أيام العيد، وإذا انتهت أيام العيد فإنه يواصل صيامه للكفارة ويبني على ما سبق، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض جماعتنا يقوم بعض الناس في نصف شعبان أو لا
الليلة 27 من شهر رجب وفي يوم مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ببعض البدع كذبح الجمال والصيام والصلاة وذكر الله خاصة في تلك الأيام. وأما في بقية السنة فتراهم يتركون بعض الصلوات وذكر الله. فما نصيحتكم لهؤلاء؟ إحياء المناسبات التي يزعمون أنها مناسبات دينية كإحياء الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وإحياء ليلة النصف من شعبان أو صيام يوم النصف من شعبان، وليلة 27 من رجب والتي يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يقر عليه فإنه يكون بدعة، لأن الدين قد كمل قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل ولم يأمر ولم يقر على إحياء هذه المناسبات، وإنما حدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقرون، حدثت بعد انقضاء القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة كل بدعة ضلالة، فلا يجوز إحياؤها لا بعبادة ولا بطبخ طعام ولا بذبح ذبائح، وإنما هي كسائر الأيام، كسائر الأيام لا ميزة لها ولا عبادة مخصصة فيها، وإنما هذا ما يروجه المبتدعة إما من الضلال أو من الجهال، وهو عمل مردود وباطل. نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى التمسك بالسنة والعمل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذكره السائل من أنهم يجتهدون في أيام هذه المناسبات ويضيعون العبادات فيما عداها، هذه سمة ظاهرة على المبتدعة أنهم يحرصون على البدع ويتركون السنة، يعني يتركون الأمور المشروعة، يحرصون على الأمور غير المشروعة ويتساهلون أو يتركون الأمور المشروعة، لأن الشيطان يراغبهم في البدع والمحدثات ويثبتهم عن المشروع من العبادات، وهذا من اتباع خطوات الشيطان. فالسمة الظاهرة على المبتدعة أنهم يحرصون على إحياء البدع وإماتة السنن، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل ذهب إلى بعض السحرة لعلاج ابنته عندهم مع علمه بأن ذلكم حرام، ونصحه أقاربه ومع هذا ذهب إليهم، فما هو توجيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ الذهاب إلى السحرة أو الكهان أو المشعوذين محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الآخر: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر أشد من الكاهن، إن لم يكن مثله فهو أشد منه، والسحر حرام وكفر بالله عز وجل، ولا يجوز الرجوع إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى المخرفين والمشعوذين، لأن هذا يخل بالعقيدة أو يبطل عقيدة المسلم، إذا صدقهم بطلت عقيدته، نسأل الله العافية، لأنه صدق بالسحر، صدق بالكهانة، وصدق بادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هذه أمور كفرية، لا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل، والمرض قد جعل الله له شفاء وأغنى المسلمين بما أنزل من الشفاء على صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، الله أغنى المسلمين بما أنزل من الدواء والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بالحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم. الواجب على المسلم أن يبتعد عن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وأن يتعالج بالأمور المباحة، من وأعظم ذلك العلاج بالقرآن الكريم والرقية الشرعية، وكذلك بالأدوية المباحة التي من الله تعالى بها على عباده. والأدوية اليوم ولله الحمد متوفرة، والطب متوفر، والمعالجون بالأمور المباحة كثيرون، فلا يجوز للمسلم أن يهدر عقيدته أو يتساهل فيها ويذهب إلى
هؤلاء الشياطين والمشعوذين والدجالين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بالنسبة لتأخير الصلوات وخاصة صلاتي الظهر والعشاء عند بعض النساء بحجة الطبخ في الظهر وأن صلاة العشاء وقتها طويل، فبعض النساء هداهن الله وأخذن الصلوات، نريد من فضيلتكم نصحهن مع التوضيح لهن بالخشوع في الصلاة، جزاكم الله خيرا. تأخير الصلاة في وقتها لا بأس به، إذا صليت في أول وقتها هذا أفضل، وإذا أخرت إلى آخر وقتها أو إلى وسط الوقت فهذا جائز لا بأس به. أما تأخير الصلاة عن وقتها وإخراجها عن وقتها هذا لا يجوز إلا لناوي الجمع، حيث يجوز الجمع إذا جاز له الجمع، يعني يكون مسافرا أو مريضا يجوز له الجمع، فإنه يؤخر الصلاة الأولى ويجمعها مع الصلاة الثانية التي بعدها، يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في وقت العصر، ويؤخر المغرب ويصليها مع العشاء في وقت العشاء. أما الذي ليس له عذر يبيح له الجمع فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا من أجل الطبخ ولا من أجل غيره، فيجب أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى وقت الصلاة مواقيتا لا يجوز إخراجها عنها. قال صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي يعتبر تضيعا لها. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة المقصود بها إخراجها عن وقتها، فسمى إخراجها عن وقتها إضاعة لها، وتوعد على ذلك بأشد الوعيد، صلى الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم وعين من المدينة النبوية يقول أنا شاب متزوج بزوجة تدرس في بلد غير البلد الذي أعيش فيه، وديارها بعيدة عني جدا، وهي تعيش مع أهلها في تلك البلد، وقد حاولت أن أنقلها إلى بلدي بدون جدوى، وأنا أعيش الآن وحدي بلا زوجة وكأني لم أتزوج، ووالدها مبسوط من هذا الوضع لأنه يستفيد من راتبها، وأنا والله لا أطمع في مالها، وإنما أريد زوجة تقوم بحقوقي عليها، وما أريد منكم يا فضيلة الشيخ أن تشيروا علي، هل لي الحق أن أتزوج عليها زوجة أخرى أم أطلقها أم أصبر على هذا الحال، مع العلم أنني قد تعبت جدا في أمور حياتي بسبب حالي المذكور، جزاكم الله خيرا. من حيث العموم الواجب على الزوجة أن تتبع زوجها وأن تنتقل معه إلى البلد الذي هو مقيم فيه إذا لم يكن عليها ضرر في ذلك، هذا هو الواجب من أجل أن يحصل المقصود من الزواج بالنسبة للزوجين، ليعف كل منهما الآخر وليقوم كل منهما نحو الآخر بما يجب عليه من حقوق الزوجية، هذا من حيث العموم. أما من حيث الواقع الذي ذكره السائل فهذا يتبع الشرط، إذا كانت المرأة شرطت عليه أن تبقى في بلادها وأن تبقى في تدريسها ووظيفتها في بلادها فلها ما شرطت إلا أن تتنازل عن هذا الشرط، وتنازلها عنه أحسن لها، كونها تتنازل عن هذا الشرط وتتبع زوجها هذا أحسن لها، لكن لو تمسكت بهذا الشرط فلها ما شرطت، لقوله صلى الله عليه وسلم سلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وفي الأثر إن أولى ما وفيتم به من الشروط فاستحللتم به الخروج. أما إذا لم تكن شرطت عليه أن تبقى في بلادها أو في وظيفتها التي في بلادها فإنه يلزمها بالذهاب معه، ويلزمها هي ويجب عليها أن تسافر معه إلى مقر إقامته لأنها زوجته، وليس لوليها الاعتراض على ذلك، ليس لوليها أن يمنعها من ذلك، ولا سيما إذا كان منعه لها من أجل استغلالها واستثمارها، هذا حرام عليه أن يحول بين زوج وزوجته من أجل أن يستغل راتب بنته، هذا حرام عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا تزوجت عليها فهل لوالدها فسخ عقد النكاح بيني وبين زوجتي أم ليس له ذلك؟ إذا لم تنقد معك وتجت إلى التزوج فلا اعتراض عليك، لك أن تتزوج حتى ولو لم تحتج إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، حتى ولو كانت زوجتك عندك وحتى
وحالك وإياها على الاستقامة، فلا مانع أنك تتزوج بثانية وثالثة ورابعة، لأن هذا شيء أباحه الله لك وليس لأحد أن يمنعك منه، إلا إذا كانت شرطة أن لا تتزوج عليها، ففي هذه الحالة لك أن تتزوج ولكن لها الفسخ، إذا لم ترضى فلها الفسخ، لكن ليس لها أن تمنعك من تزوج بغيرها، لكن إذا تزوجت بغيرها وهي قد شرطت عليك أن لا تتزوج فإنه يكون لها الخيار، إما أن تفسخ نكاحها منك أو أن تبقى في عصمتك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت باسمها بالحروف ألف عين عين تقول كانت عندي ابنة مصابة بمرض الصرع ولا تتكلم ولا تعقل أي شيء، وبلغت من العمر 18 سنة، ثم توفاها رب العالمين، وصبرت واحتسبت ذلك عند الله تعالى، وكنت أنا التي أرعاها في حياتها وأقوم بغسيلها ولباسها ومعتلها ومشربها وجميع ما تحتاج إليه منذ من رعاية وأحبها حبا يفوق محبة لإخوانها الأوقلاء، وهي بالطبع أكبرهم سنا وأحبهم إلى قلبي، وسؤالي هل لي ثواب في رعاية هذه الفتاة، وهل هي إن شاء الله من أهل الجنة، وهل يجوز أن أختم القرآن الكريم واجعل ثوابه لها أو أضحي لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه البنت المذكورة غير مكلفة بفقدانها العقل، فهي غير مكلفة، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فهي غير مكلفة، وما قامت به والدتها السائلة من رعايتها والإحسان إليها والإشفاق عليها إلى أن توفاها الله هذا عمل طيب تؤجر عليه، عظيم الأجر، لأنه إحسان إلى من يحتاج إلى الإحسان، ولا سيما إذا كان هذا المحتاج من الأقارب، لا سيما إذا كان هذا المحتاج من الأولاد، فإن القيام بواجبه فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فنرجو لك الأجر في هذا. وأما أن تضحي عنها أو أن تعملي لها أعمالا من الصدقات والبر فإنها لا تحتاج إلى ذلك، لأنها غير مكلفة، فهي كالطفل الصغير الذي مات وهو صغير ليس عليها تكليف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية المنيا المستمع مختار فوزي حامد بعث يسأل ويقول هل من السنة الدعاء عقب الفريضة أم الاقتصار على الأوراد والأدعية فقط دون الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. هما مشروع الدعاء والأوراد، لكن يكون ذلك فرديا، يعني يدعو كل مسلم لنفسه بعد الفريضة منفردا، لا يكون دعاء جماعيا أو أن يدعو واحد والبقية يؤمنون بعد الفريضة، هذا من البدع. أما أن كل واحد يدعو لنفسه منفردا فهذا طيب ويرجى القبول لهذا الدعاء، لأنه في حالة وفي وقت يرجى فيه القبول وهو أدبار الصلوات، وكذلك الأذكار المشروعة، لكن يبدأ بالأذكار المشروعة من التهليلات والتسبيح 33 والتكبير 33 تحميد 33، يبدأ بالأذكار المشروعة ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له من الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن إبراهيم عالم بعث يسأل ويقول بالنسبة للشخص المسافر غير المقيم هل يجوز له أن يصلي بالناس إماما في صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز له أن يصلي بالناس إماما في يوم الجمعة؟ إذا توفرت فيه الشروط، وشروط الإمامة شروط الخطبة في الجمعة، فإنه يصلي بهم، خصوصا إذا كانوا محتاجين إليه ولم يكن هناك من يقوم بهذا العمل فإنه يتعين عليه. أما إذا كان ليس مؤهلا للإمامة في صلاة الجمعة فإنه لا يجوز له ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجدت بعض أوراق من القرآن الكريم مقطعة ومتناثرة هل يجوز لحرقها أم كيف أتصرف فيها؟ جزاكم الله خيرا. يجب إذا وجدت شيئا من القرآن الكريم متناثرا يجب عليك أخذه ونقله من هذا المكان الذي يمتهن فيه، إما أن ترفعه في مكان طاهر أن تجعله في مسجد، وإما أن تحرقه، وإما أن تدفنه في أرض طاهرة، المهم أن تبعده عن الامتهان، إما بجعله في مكان طاهر
وإما بإحراقه وإما بدفنه في أرض طاهرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرزاق محمد آدم من جمهورية تشاد بعث يقول: أنا رجل متزوج واتفقت مع زوجتي لمدة عامين أرجع بعدها، ولكن لظروف ما ولكسب المعيشة لم تسمح الظروف بالعودة في المدة المتفق عليها، فهل علي ذنب في ذلك؟ إذا كان عدم رجوعك إلى زوجتك هذه المدة الطويلة لعذر منعك من ذلك فلا حرج عليك، لكن عليك بمراسلتها والاعتذار منها ووعدها بالرجوع إليها إذا تمكنت من ذلك، من أجل أن تقتنع وأن تسامح. هذا هو الأحسن والأفضل، أن تراجعها إما بمراسلة أو بمهاتفة بالهاتف وتخبرها بالواقع حتى لا يكون في نفسها شيء عليك. والعذر يمنع من الرجوع الذي ذكرته، إما ضيق المعيشة وإما عدم تيسر وسائل النقل أو ما أشبه ذلك، هذا عذر شرعي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كنت في يوم من الأيام بقرب المسجد، وكان الوقت صلاة الجمعة، ولم يكن معي وضوء ولم أجد ماء حتى أتوضأ، فصليت على حالي مع جماعة، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، ما دمت في بلد والماء متوفر فيه فإنه لا يجوز لك الصلاة بدون وضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وشرط في إباحة التيمم أو في مشروعية التيمم عدم وجود الماء. وما دمت أنك في بلد الماء موجود لكن يحتاج منك إلى بحث وسؤال، فلا يجوز لك ترك الوضوء، الصلاة بدون وضوء. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: قرأت في كتاب نصائح للمرأة المسلمة أنه يحرم على المرأة أن ترتدي في بيتها ملابس تشبه ملابس الرجال حتى ولو كانت في بيتها، فهل ما قيل صحيح؟ نعم، ما قيل صحيح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال لا في بيتها ولا خارج بيتها، لا في لباسهم ولا في ما هو من خصائصهم. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهم لا في بيتها ولا في خارج بيتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: زوجي كثير الحديث بالطلاق، فمثلا يقول: إذا ما فعلت كذا وكذا تكون محرمة عليك، فما هو توجيهكم؟ هذا غلط كبير أن يكثر من تلفظ بالطلاق والحلف بالطلاق، هذا خطير جدا، ولا يجوز له البقاء على هذا بدون سؤال أهل العلم، فعليه أن يسأل أهل العلم عما صدر منه وعما حصل منه، لئلا تكون زوجته قد خرجت من عصمته وهو لا يدري، فيكون مقيما مع زوجة مع امرأة لا تحل له. فالواجب عليه أولا صيانة لسانه عن التلفظ بهذه الألفاظ، وثانيا عليه أن يراجع أهل العلم ليسألهم عما صدر منه حتى يعرف واقعه. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل لكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.